الآن نبدأ في القسم العملي. إذا قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه قد تقرأ في نفس واحد بوصل الجميع، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهذه لا خلاف فيها. وقد نفصل الاستعاذة عن البسملة ونصل البسملة بالحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهذه أيضا فيها الجميع. ويجوز لنا أن نصل الاستعاذة بالبسملة ونقطعهما عن الحمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين. الآن نشرع في التطبيق على سورة الفاتحة ثم أوائل سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنت قطعت الجميع، طيب بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تمام، بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نفسها، إن أردت أن تصل الجميع صل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب، إذا أنت قطعت الجميع ووصلت الجميع، ماذا بقي لك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تمام، طيب، أيضا بقي لنا البسملة مع الحمد. أتيت بي، نعم. طيب. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. طيب، شوي علينا شوي. الرحمن الرحيم لم يختلف فيها، وحدها. نأتي بعد ذلك للآية التي بعدها، تفضل. ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. طبعا قراءة نافع والمكي والبصري والشامي وحمزة كما هو معروف يقرؤون ملك، وقراءة عاصم الكسائي مالك، ومالك يوم الدين يرويه ناصر. تفضل، بقي لنا وصلها بالرحمن الرحيم. نعم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا لنافع والمكي والدور البصري والشامي وحمزة. ثم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا، بالوصل للسوسي. ها، الوصل للسوسي. للسوسي الرحيم ملك. الرحيم ملك يوم الدين. طبعا هم يعني الأصل أن ما يسوغ الوقف عليه لا يلزم وصله، لا يلزم، لكن لأن هذا هو الموضع الأول، أن هذا هو الموضع الأول للإدغام الكبير، فتقريبا كل المشايخ ينتهجون الإلزام بوصله للسوسي، يعني حتى يكون يعني أتى بأول موضع من الإدغام. وكذلك سيأتي عندنا في أول البقرة فيه هدى، ولكن هذا الإلزام فيه أقل لأنه سبق الموضع اللي في الفاتحة، لكن عامة المشايخ يلزمون. لكن أنت في قراءتك بعد أن تكون يعني أتيت بالإدغام الكبير مرات وكرات،
وجئت على موضع وقف أو رأس آية، إذا جئت لرأس آية أو موضع وقف كاف أو حسن أو اخترته مختار وجيد فلا يلزمك أن تصل، فلا يلزمك أن تصل، لكن لا بد أن تكون جاهزا للوصل. يعني إذا قال لك الشيخ صل، فأنت لا بد تكون مستحضر أن عند الوصل في مثلا إدغام، أو عند الوصل مثلا تسقط إمالة مثلا لصاحب الإمالة، أو عند الوقف أحيانا الحكم يكون في الوقف مثلا غشاوة، غشاوة ولهم عذاب عظيم، فأنت تستحضر إذا وقفت على غشاوة إن في إمالة هنا مثلا للكسائي، وفي أيضا إذا وصلت فيه ترك غنى لخلف. يعني حتى لو وقفت لابد تعرف حكم الوصل، ولو وصلت لابد تعرف أن تعرف حكم الإيه؟ الوصل. فهذا لابد يكون يبد أن يكون حاضرا في ذهنك دائما، حتى لو لم تقف، حتى لو وصلت أو وقفت يعني مختارا لهذا وكان مناسبا ولائقا فلا بأس، لأنت غير ملزم. وعلى المقرئ أيضا نوجه المقرئ أن يعني يختبر الطالب في البداية بالذات، يعني لا يتركه في كالذي وصل إلى الجزء العشرين، لا يوقفه ويجعله يصل حتى يتأكد من إتقانه. أنه مثلا أحيانا الإمالات تسقط أحيانا في الوصل إذا في ساكن، في عندنا مثلا أحكام تترتب في الوصل، أحكام تترتب في الوقف، ففي البداية لا بد أن يمرنه كثيرا المقرئ حتى يتقن. مثلا أحد الإخوة كان يقرأ علي رواية رويس، يقرأ يعقوب، يعني قلت قف على يا ويلتا، هذه أول الندبة في القرآن، وأنا مش من السبعة بس مثال، فقال بيقف بهاء السكت، قلت له طب قف بهاء السكت، قال يا ويلتاه، قلت له هكذا يعني نقرأها يا ويلتاه هكذا، قال نعم، قلت له طيب الآن هو الهاء هذه أليست ساكنة، قال بلى، قلت له طيب وقلب لها ألف، إذن المد هذا مد إيش لازم، هو يعرف أنها يا ويلتاه بس ما يعرف أنه لابد أن يمدها مدا مشبعا. فلا بد أن للمقرئ أيضا أن يكون يعني في البداية بالذات أو الأشياء التي لا تتكرر، أصلا الندبة كم مرة؟ أربع كلمات في القرآن، فإذا ثلاث كلمات، إذا أنت تركتها وما أنت متأكد أنه يؤديها أداء صحيحا لا تدري قد لا يحسن. وأيضا مثلا زي هاء السكت إذا وصلناها لحمزة أو ليعقوب أو لمن يصلها، مالية هلك مثلا، مالية هلك، في بعضهم يقول إيوة حمزة يسقط الهاء، فإذا إيش نسقط الهاء ونسقط الفتحة، مالي هلك، مالي هلك. فلا بد أن تتحقق من ضبط القارئ لوجه الأداء وصلا ووقفا، ولا بد أن يكون القارئ الطالب الذي يحضر القراءة لا بد أن يكون مستوعب لجميع الأوجه وصلا ووقفا. وأيضا إذا شك في شيء والشيخ لم يوقفه أو لم يجعله يصل، وهي تتغير الحكم في الوصل والوقف، يقرأ بالوصل، يقرأ أو يقول للشيخ كيف الوصل كيف الوقف، ويستثبت من الشيخ، يستثبت من الشيخ أن هذا الأداء صحيح. وحتى لو مر وقرأ وانتهى وأجيز وبعض الأوجه غمضت عليه لا بأس أن يرجع الشيخ مرة أخرى، والله أنا مش متذكر، يعني شعب على جلالته، شعب على جلالته، يعني حرف مش متذكر هو إيش الحرف، لم يذكر كيف قرأ على 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 عاصم، فأخذ بقراءة الأعمش، قراءة الأعمش، يعني أخذ في هذا الحرف بقراءة الأعمش، لأنه هو عاصم كان مات الله يرحمه، وهو ما مش متذكر كيف قرأ عليه، أظن انشزوا وجه الكسر، لا مش انشزوا، المهم كان قريب لسه في دروس التيسير لكن نسيت الحرف للأسف. فهو العلماء قالوا أنه أخذ الشاهد فيه أنه استثبت وأخذها من غير شيخ الذي مات، الحمد لله الآن مشايخ موجودين، وإن فقدت شيخا وجدت شيوخا آخرين، فالشاهد أن على الطالب دائما الاستثبات والاستيثاق من مما يؤدي ومما يأخذ عن المشايخ ومما يتحمل
من علم، لأننا نجد عجائب، يعني أحيانا يقول هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا، ما أوجه قراءة خطأ كلها، يعني من عدم الاستثبات وعدم الاستيثاق. هات الباقي مالك بالوصل، تفضل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طبعا هذا عاصم الكسائي كما هو معروف مع وجه الوصل، وقلنا أن وجه الوصل هنا المشايخ يؤكدون عليه حتى يعني موضوع إدغام السوسي، أي إياك نعبد، تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كما ترون لا خلاف فيه بين القراء، فيها قراءة شاذة تعرفونها، إياك يعبد، إياك بالهاء بس شاذة طبعا، ليست من السبعة ولا من العشرة ولا من الأربعة، وهي طبعا تخالف الرسم. نعم، أحسن الله عليكم. وفيها أظن يعبد ونستعين في الأربعة. نعم نعم، أحسن الله عليكم. نعبد نستعين. نعم تفضل. اهدنا الصراط المستقيم. طبعا عندنا الصراط الآن بالصاد الخالصة لكل القراء سوى قنبل وحمزة. سوى قنبل وحمزة، طبعا هنا عدا قنبلا وحمزة. طيب أحسن الله عليكم. تفضل. اهدنا الصراط المستقيم، بالسين لقنبل، عند صراط والصراط لقنبلة، لقنبلة، واللام هذه ليش ما جرت قنبل؟ لأنها فعل أمر. لأنها لي، من ولي يلي لي، من وفى يفي في، من وقى يقي قي، فهي لقنبلة، يعني اتبع قنبلا في هذه القراءة، فهي قنبلة مفعول به. نعم أحسن الله عليكم. اهدنا الصراط المستقيم، هذه بالإشمام لحمزة بتمامه في هذا الحرف، وإلزام بعض المقرئين المتأخرين بالصاد في هذا الموضع لا وجه له، لخلاد كوجه آخر الإلزام به لا وجه له، وقال واشمم لخلاد الأول، ما قال بخلف ولا قال صاد ولا قال شيء، وإنما اجتهاد من بعض أئمتنا ومشايخنا وهم على العين والرأس، لكن هذا لا يظهر أبدا من الشاطبية ولا من التيسير، لا يظهر لا من الشاطبية ولا من التيسير، هم يعني اجتهدوا في تركيب بعض الأشياء. طيب، وإذا عندنا الصراط، الصراط، الصراط. الآن المجموعة ما زلنا نكمل الفتح، لسه باقي لكم. طيب تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذا يعني بهذه الطريقة لجميع القراء عدا المذكورين لاحقا، مذكورين لاحقا هم من لهم الصلة ومن لهم الصاد والسين والإشمام في الصاد، وأيضا من يقرؤون عليهم وعليهم في أخلاف. إذن عندنا الخلاف عندنا في نقطتين، عليهم وصراط، فهذه الخلاف فيها هنا، نأتي بعد ذلك للوجه الذي بعده. نعم تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قالون والبزي، لم نقل قنبل لأن قنبل يقرأ إيش؟ صراط بالسين، فإنما قالون والبزي فقط. نعم بعده. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذا خلاد، وأما خلف فامتنع لأنه يقرأ الصراط قولا واحدا في جميع القرآن، يعني منكرا ومعرفا ومنونا وغير منون، أما خلاد قال واشمم لخلاد الأول فقط، فخلاد خلاص يعني الموضع الأول فقط له، وهذا الموضع يقرأ كالجماعة بالصاد، وإنما اختلف فيه عليهم. ثم بعد ذلك
قنبل، تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما قلنا هذا قنبل، ثم بعده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. بذلك يعني نكون انتهينا من جمع سورة الفاتحة للسبعة، وننتقل إلى يعني جمع السورتين مع بعض، وهو جيء بها وجيء بها على طريقتين هكذا. الوضع الأول صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا هذا على حسب العد المدني والبصري والشامل، إنه معروف أن الكوفيين والمكي هم الذين يعدون البسملة، الكوفيون والمكي هم الذين يعدون البسملة، أما من سواهم من العادين المدني والبصري والشامي فهم لا يعدون البسملة. ومن لا يعد البسملة تكون عنده الآية الأخيرة آيتين، تكون الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطبعا الفاتحة فيها خلاف في التفصيل، لكن في الإجمال متفق عليها بين أهل العد، في الإجمال يعني إيش؟ إنها سبعة آيات، هم متفقون على أنها كم؟ سبع آيات، متفقون على أنها سبع آيات، لكنهم اختلفوا في البسملة هل هي آية أم لا. وأيضا من لم يعد البسملة عد الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. طيب الآن الجمع هذا سيأتي على عد من؟ ها؟ على عد المدني والبصري والشامي. صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا كما فصلنا في خلاف العادين، فالذين يقرؤون صراط بالصاد الجميع غير قنبل وحمزة، والذين يقرؤون عليهم هم حمزة، وصراط بالسين لقنبل، وصراط الذين بالإشمام لخلف. هذه ستقرأ، نأخذ الشيخ محمد السايح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. طبعا هو أبو عمر عشان يعني نفسه طويل خدها كلها في نفس واحد، بارك الله لك في نفسك، تفضل. هذا طبعا وجه البسملة. تفضل. سيأتي الآن بوجه الوصل أو السكت. السكت، تفضل. السكت بدون بسملة. بسم الله. ولا الضالين ألف لام. خليها السكت أحسن. السكت أول. لأن السكت هو المقدم لورش وبه قرأ على جميع شيوخه. نعم. ولا الضالين ولا على مهلك على مهلك على مهلك. احنا ما حسدناك على فكرة، احنا سمينا وقلنا ما شاء الله وكل حاجة. نعم. ولا الضالين ألف لام ميم. كما ذكرنا قدمنا طبعا المقدم عندنا ورش في هؤلاء القراء، والوجه المقدم لورش هو السكت، وبه قرأ الداني كما ذكر العلماء على جميع شيوخه في رواية ورش، نقرأ على ابن غلبون، وقرأ على
أبي الفتح وقرأ على ابن خاقان، وإن كانت روايته من التيسير ومن الشاطبية هي قراءته على ابن خاقان الخاقاني. نعم، فهو السكت المقدم له، والوجهان الآخران مما زاده الشاطبي رحمة الله عليه على التيسير. قال: وصل وسكوتا كل جلاياه حصل، ومعه البصري والشامي اندرج. نعم، تفضل. وجه الوصل: ولا الضالين ألف لام ميم. طيب، تفضل. بعد كده عندنا وجه إيش؟ الصلة. تفضل. عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. كما ذكرنا أن هذا يعني أحد الأوجه في البسملة، كمعروف أنه وصل الجميع وقطع الجميع، ووصل الأول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ولكن يعني يكفي أحد الأوجه. وكما قال ابن الجزري إنه من يعني يتعمد ذلك في كل موضع إلا يعني جاهل بالخلاف الواجب والجائز، فهذا وجه جائز، ليس من الخلاف الواجب أن نأتي بقطع الجميع ووصل الجميع وقطع الأول، يعني نأتي به في كل موضع، ممكن نأتي به في البداية فقط، لكن لا يشترط أن يؤتى به في كل موضع. الوجه الأخير، تفضل. عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. بارك الله فيك. هذا على هذا الجمع يتأتى على عد غير الكوفيين والمكي، وهناك جمع آخر هو أطول، وهو على العد الكوفي والمكي، وننظر إلى الجمع بعد أن يتدرب الإخوة الكرام مع مشايخنا الفضلاء. نعطيكم يعني 5 دقائق، زودنا المرة هذه عشان هذا الآية كاملة. نأخذ طريقة أخرى لوصل السورتين أو جمع السورتين على عد الكوفيين والمكي. تفضل يا أبا عمر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تمام، هذا نافع والبصري والشامي وعاصم والكسائي. نعم، وجه السكت، السكت مع الوصل بدون بسملة. تفضل. ضالين ألف لام ميم. وننبه هنا إلى فائدة مهمة بالنسبة لأحكام السكت، هي أحكام الوقف تماما سواء بسواء. طبعا لا نتكلم عن السكت قبل الهمز، لا نتكلم عن السكت بين السورتين، السكت بين السورتين أحكامه أحكام الوقف سواء بسواء، يعني لنا قصر وتوسط وإشباع في العارض، ومثلا ما يتأتى فيه الروم والإشمام، وكل هذا في السكت يجوز. فأحكام الوقف السكت هي أحكام الإيه؟ الوقف. وإحنا كما قلنا بدأنا بهذا الوجه لورش، لأنه هو الذي قرأ به على عام على جميع شيوخه في رواية ورش. نعم، نبدأ به. تفضل اللي بعده. ولا الضالين
ألف لام ميم. وهذا هم نفس الثلاثة لكن الوجه الثالث لهم قف وسكوتا كل جلاياه حصل. نعم وصل وسكوتا. نعم بعد ذلك نأتي بوجهه الصلة لقالون والبزي. تفضل. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تمام كما ذكرنا. طبعا احنا كما قلنا الجمع الصحيح إذا قصصت أي موضع وضعته يأتي الرواية تامة غير منقص منها شيء. فإحنا مثبتين إيش؟ صراط الذين أنعمت، هذه ثابتة الصاد. فإذا أتى لنا الذين ذكرناهم ثم أتينا عليهم على الصاد أيضا لقالون والبزي. ما الذي يأتي بعده؟ نعم تفضل. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. طبعا على تثبيت أيضا الصاد فأتى خلاد عليهم في الموضعين. وطبعا حمزة ووصلك بين السورتين فصاحة، هذا وجه واحد. حمزة ليس له أوجه، هو له الوصل فقط. نعم ثم نغير، انتهينا من كل ما تحت الصاد. احنا دائما في الجمع نثبت الأول، أول كلمة إذا كان ما في إذا كان في خلاف نثبتها، الثانية الثالثة لحد ما نصل إلى موضع الخلاف نبدأ في عطف الأوجه. الآن انتهينا من كل ما يتعلق بالصاد، أتينا بها مع سكون ميم الجمع وبأوجه البسملة وبالوصل والسكت، ثم أتينا بعد ذلك بالصلة لأصحابها، ثم أتينا عليهم لخلاد. الآن نغير لقنبل صراط. نعم تفضل. صراط الذين، بس قف قف يعني افصلها عما بعدها افضل. ها يعني افصل الثلاثه مع بعض، انت قرات كله بالوصل فاقراها بالقطع. صراط الذين انعمت صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. بقي لنا خلف بالإشمام. تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. لا خلف ما في ماله إلا وصل. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام. بارك الله فيك. تمت الآن وانتهينا ونبدأ في سورة البقرة، لكن نريد أن نؤكد على شيء. في بعضهم يقرأ في كتب القراءات القديمة بالذات يعني مثلا الزراط يقرأها مكتوبة كده ألف لام زاي، يعني قرأ خلاد الزراط يقرأها، فهو إذا أراد يقرأ يقرأها بهذه الطريقة. هذه طبعا موجودة يعني قراءة شاذة وردت عن أبي عمرو وغيره، لكن لا يقرأ بها في المتواتر، إنما المقروء به في المتواتر هو الإشمام، خلط الصاد بالزاي، وتكون على الصاد، كأنك تقرأ بصاد لكن
دخلها الإيش؟ الزاي الزراط، وليست الزراط، يعني ليست بالزاي الخالصة. الزاي الخالصة هذه موجودة في الشواذ، حتى ليست في الأربعة. ولما نقول عن أبي عمرو في الشواذ التي تروى عن أبي عمرو، الشواذ التي تروى عن أبي عمرو وغير أبي عمرو، لكن هذه في المتواتر ليس إلا الإشمام الزراط، وليست الزراط بالزاي هكذا كما يقرأ بها بعضهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.